السلام عليكم. Now we are going to discuss antipsychotic drugs أو مضادات الذهان. الانتيبسيكوتيك دراجز ليهم اسمين كمان، الميجور ترانكلايزرز أو المهدئات الرئيسية، ودي بتطلق على الفيرست جنريشن انتيبسيكوتيك لأنه مهدئ أو بيعمل سيديشن وبيستخدم في الاجيتيشن. ومين هم بقى المينور ترانكلايزرز؟ اللي هم البنزودايزيبينز. الاسم الثاني اللي هم النيوروليبتيك دراجز. كلمة نيوروليبتيك، نيورو يعني سي ان اس، وليبتيك يعني ديبريشن، لأنهم بيعملوا سي ان اس ديبريشن أو نيوروليبسز، فبيقللوا السايكوموتور والإيموشنال وبيعملوا افكت انديفرنس. والمجموعة دي من الأدوية اللي هي الأنتيسايكوتكس أو مضادات الذهان بتستخدم mainly for treatment of schizophrenia، لكن كمان بتستخدم للأذر سايكوزز. هي not curative، يعني هي مش بتعالج المرض، ولكن بتكنترول المانيفستيشنز اوف سايكوزز عامة. كلمة سايكوزز معناها ايه؟ جاية من سايك يعني مايند، واوزز يعني abnormal، فهي abnormal condition of mind. في اللغة الدارجة بنقول ان هو بقى شخص اتجنن او بقى كريزي. هنا في السايكوزز بيبقى فيه البرسبشن اوف رياليتي، بيحصل فيه ديستورشن، يعني فيه مشكله في البرسبشن زي ما هنشوف. كمان بيبقى فيه تشينجز في البرسوناليتي وامبيرد فانكشنينج، يعني مش بيقدر يروح شغله ويؤدي شغله زي الاول، او ما بيقدرش يذاكر او كذا زي ما هنشوف. من اهم مانيفستيشنز اوف سايكوزز اللي بتساعدني في التشخيص، اول حاجه الهلوسينيشن، الهلوسه. يعني ايه؟ perception without stimulus، الشخص بيبرسيف حاجات ليس لها وجود. من اشهرها طبعا الاوديتوري، يسمع اصوات مش موجوده، ودي فيري فريكوينت وخصوصا في السكيزوفرينيا. الفيجوال، يشوف حاجات مش ليس لها وجود، يشوف اشخاص او يشوف دخان او يشوف اي شيء مش موجود. تاكتايل، يشعر بحاجات ماشيه عليه او يلمس حاجات ليس لها وجود. تاني حاجه delusions، يعني false fixed beliefs، معناها اعتقادات خاطئة ويعني ثابتة. يعني تقول له طب انت متأكد انهم بيراقبوك؟ ايوه متأكد. انت متأكد انه عايز يموتك؟ ايوه انا متأكد. فهنا دي false fixed beliefs بنسميها الضلالات. من اشهرها البارانويد، بيبقى شاكك ان الناس بتتكلم عليه او ناس بتراقبه او كذا. persecution، يعني الناس عايزة تأذيني، الناس مش بتحبني. اللي هو grandiosity، هو ليه قدرات خاطئة ومتأكد ان هو النبي اللي نزل من السماء، انا المهدي المنتظر، انا عندي قدرات خارقة، انا جاي من السماء بتنزل عليا الملائكة وكذا، حاجات كتير قوي من هو ليه قدرات خارقة. disorganized speech وbehavior، الكلام بتاعه مش مفهوم، ممكن يكون word، حتى even word salad، يعني كلمات مش مترابطة او جمل مش مترابطه، يدخل من توبيك للتاني مفيش ترابط بينهم. يعني يكلمك عن حاجه يقول لك الاتوبيسات بقت زحمه قوي بس اللحمه بتتباع مش عارفه بكام، والدكاتره بقوا، يعني مفيش علاقه ما بين الكلام وبعض الجمل وبعضها، او ان وورد سلاد مفيش ولا كلمه ماشيه مع التانيه، زي يقول الشلبي في المسرحيه كده. البيهيفير بتاعه كمان بيبقى ديس اورجنايزد، يعمل تصرفات مش لوجيك او ما ينفعش انها تحصل، تصرف قدام ناس ما ينفعش، مش مظبوط ان هو يطلع منه خالص. ممكن كمان الاجريشن والاجيتيشن والعنف، الحاجات دي ممكن يضرب حد، يأذي حد او هكذا، كل دوت اللي هو المانيفستيشنز بتاعه السايكوزس. السايكوزس مش بس بيحصل في السكيزوفرينيا، يعني مش اي حد يجيله سايكوتيك سيمتومز يبقى ده عنده فصام، لا. في other psychiatric disorders بيبقى معاها psychotic symptoms أو psychosis، زي schizoaffective disorder، bipolar في المانيك اتاك بيبقى عنده psychotic symptoms، delusional disorder، psychotic depression زي ما اتفقنا في severe depression ممكن العيان يجي psychotic symptoms، personality disorders برضو و non-specified. في بقى non-psychiatric diseases أو disorders بيبقى معاها psychotic symptoms، زي الديمنشيا، ديمنشيا اوف الزهايمر، احنا قلنا بيبقى في العيان من ضمن السيمتومز ان بيبقى فيه psychotic symptoms، وخصوصا الاجيتيشن. drugs، drug induced، drug abuse بقى، كل المخدرات، ممكن الالكوهول، الحشيش، الكوكين، الحاجات اللي هي الامفيتامينز، الحاجات دي كلها.
كوشنج سيندروم او كورتيكوستيرويدز كتيره، برضو كورتيكوستيرويدز تعمل سايكوتيك سيمتومز وخصوصا الاجيتيشن، الايبيلبسي لو الكهرباء خارجه من الميزيال تيمبرال لوب، الكهرباء الزياده دي ممكن تعمل لي برضو يجي في سايكوتيك ابيسود وهي اساسا ايبيلبتيك اتاك، انفكشن زي الاتش اي في، تيومر، تروما في البرين، كل الحاجات دي ممكن تاثر لو اثرت على الليمبيك سيستم تديني سايكوزيس او سايكوتيك سيمتومز. طب ايه هي بقى السكيزوفرينيا؟ وات از سكيزوفرينيا؟ سكيزوفرينيا او الفصام هو كرونيك سايكوتيك منتال ديس اوردر كاركترايزد باي ديستربنس في خمس حاجات: الكوجنيشن والايموشن والبرسبشن والثينكينج والبيهيفير، ده اكوردنج للدي اس ام 5. سكيزوفرينيا doesn't mean split personality. في فرق ما بين كلمه سكيزوفرينيا يعني فصام وسبلت بيرسوناليتي يعني انفصام في الشخصيه، لان دايما الاثنين بيتداخلوا مع بعض ويتقال على الناس اللي عندهم سكيزوفرينيا انهم عندهم انفصام في الشخصيه. لا، هو انفصام في الشخصيه ده ديس اوردر تاني خالص اللي هو سبلت بيرسوناليتي. امال يعني ايه سكيزوفرينيا؟ سكيزوفرينيا سكيزو يعني سبلت وفرينيا يعني مايند، فهنا حصل سبلت في المايند. اللي وصف الديسيز ده هو سايكايتريست سويسري سنة 1910 اسمه بول ايجن، وقال ان الحالات بيبقى عندها dissociation or loosening of thoughts and feeling، فاطلق عليها كلمة سكيزوفرينيا. اما split personality ده disorder اخر اسمه identity dissociative identity disorder، الشخص بيبقى عنده شخصيتين او اكتر، واثناء ما بيلعب الشخصية منهم بيبقى بريزنتد بيها بيبقى ناسي تماما، عنده امنيزيا للشخصية التانية، هو مش عارف ان هو ليه شخصية اخرى في وقت تاني. ديت اللي هي split personality، ده very rare disorder مش زي سكيزوفرينيا خالص. نيجي بقى للسكيزوفرينيا، وهنا العيان بيبقى بريزنتد بايه؟ بريزنتد اول حاجة ببوزيتيف symptoms، نيجاتيف symptoms and cognitive abnormalities. البوزيتيف سيمتومز عبارة عن هالوسينيشنز، ديلوجنز، وديسورجانيزد بيهيفير وسبيتش، والاجيتيشن اند هوستيليتي اللي هو العنف زي ما اتفقنا قبل كده. يعني كل السيمتومز اوف سايكوز. اما النيجاتيف سيمتومز هي 5A، اول حاجة افكت فلاتنينج، يعني مفيش رياكشن خالص ايموشن مع اي حاجة سواء كانت حاجة مفرحة او حزينة. يعني يقول له مثلا والدك توفى مفيش اي رياكشن، ده انت طلعت الاول على الدفعة مفيش اي رياكشن خالص، مفيش flat affect. الوجي يعني poor speech، ما بيتكلمش، هو ما عندوش اصلا حاجة في دماغه عشان يتكلم. avolition يعني unmotivated، مش عايز يبقى involved في اي حاجة ولا يعمل اي حاجة. anhedonia يعني inability to sense pleasure، ديت كانت core symptom of depression، يعني العيان مفيش حاجة بتبسطه او حاجة بتفرحه زي الاول. asociality يعني social withdraw، يعني تلاقيه قافل عليه اوضته مش عايز يقعد مع حد، ما بيتكلمش مع حد. ده اللي هو النيجاتيف سيمتومز، والنيجاتيف سيمتومز تبقى دراج ريزيستنت في الحقيقه، واللي بيقدر ان هو يقللها او يشتغل عليها هم الاتيبيكال او النيو او السكند جنريشن انسايكوتكس، لكن التيبيكال ما بتقدرش تافكت خالص او تقلل النيجاتيف سيمتومز، وهنشوف ليه. الكوجنيتيف سيمتومز بقى هنا بيبقى فيه lack of concentration واتنشن، والميموري بتقل طبعا، ما يقدرش يذاكر ولا يمتحن، والاكزيكتيف فانكشن والبروبلمز كل ده بيقل، فالعيان بيبقى فيه dysfunction في الفتره اللي بيبقى فيها في الابيسود بتاعه السكيزوفرينيا. How to diagnose schizophrenia؟ طبعا الـ DSM-5 criteria حددت criteria معينه ان احنا لازم يبقى عندنا 2 من الخمسه سيمتومز دول، واتليست يكون نمره واحد او اثنين او ثلاثه واحده منهم، يعني الديلوجنز والهالوسينيشنز والديسورجنايزد سبيتش، ومعاهم واحده من اللي هي الديسورجنايزد بيهيفير او النيجاتيف سيمتومز. طبعا ممكن يكونوا اكتر من اثنين بس هم اتليست، ولازم يبقى مسببه ديس فانكشن، وارول اوت الاذر ديس اوردرز، زي ما يكونش مثلا بسبب دراج زي شارب حشيش او كذا دراج ابيوز، او يكون مانيك ابيسود اوف باي بولر، ده ديسيز تاني. فاذا ديت الكرايتيريا فور دياجنوزز اوف سكيزوفرينيا. نسبه السكيزوفرينيا حوالي 1% اوف ذا بوبوليشن، ودي نسبه كبيره، وهي ايكوال في الميل قد الفيميل، ولكن في الميل بيجي ايرليير ذان
في ميل، يعني في من 15 ل 24 سنه في الميل، لكن الفيميل بيبقى اكبر شويه من 25 ل 34، لكن هو ايكوال بريفل. ايثيولوجي اوف سكيزوفرينيا، وده من الاسئله المهمه جدا اللي دايما الاهل او حتى المريض نفسه بعد ما الابيسود بتروح بيسالك اشمعنى انا او اشمعنى ابني اللي جاله فصام او سكيزوفرينيا. في الحقيقه مفيش سنجل فاكتور نقدر نقول ان هو ده السبب، ولكن هو مالتي فاكتوريال. اولا في جيناتيك رول، بدليل ان البريفالنس بتزيد من 10 ل 12% بعد ما كانت 1% في الفيرست ديجري ريليتيفز، يعني الاب والام عندهم سكيزوفرينيا بيبقى الاوف سبرينجز بتاعتهم بتزيد البريفالنس بيه. تاني حاجه انفكشوس ثيوري اللي هي بتقول ان في بيرينيتال كومبليكيشنز حصلت، او بيولوجيكال ثيوري كمان طالعه ان، ودي المبنيه عليها الادويه في الحقيقه، ان في مشكله في ترانسميترز او المونو امين زي الدوبامين وال5 اتش تي زي ما هنشوف. وانفايرومنتال فاكتور، وده مهم جدا، العرضه للستريس بيزود ظهور السكيزوفرينيا او الدراج ابيوز، والدراج ابيوز هنا مهمه جدا. الحشيش، هل الحشيش او الكنابس ممكن يؤدي الى سكيزوفرينيا؟ طبعا بيزود نسبه حدوث السكيزوفرينيا، ودي اعلنتها الدبليو اتش او، من 3 ل 5 اضعاف. تاني حاجة كمان في اللانست أعلنت في دراسة في 2019 إن الديلي كانابس بيزود الريسك أوف سكيزوفرينيا، فعشان كده بنحذر من استخدام الحشيش. What is the pathophysiology of schizophrenia؟ حصلت ليه؟ وإيه البيولوجيكال تشينجز اللي حصلت فيها اللي أنا أقدر أتارجت بالأدوية؟ أولا الدوبامين هايبوثيسيس بتقول إن في زيادة في الدوبامين في الميزوليمبيك وخصوصا على الدي 2. النظرية الثانية بتقول إن في زيادة في الأكشن أوف 5-HT2 ريسبتور، وفي كمان الجلوتاميت ثيوري وأذر ثيوريز كتيرة. هنبدأ بالدوبامين هايبوثيسيس، بتقول إن في زيادة في الدوبامين في الميز وليمبيك سيستم، ودي أقدم نظرية وأكتر نظرية بتعتمد عليها الأدوية، وبالتالي بيؤدي إلى سايكوتيك سيمتومز، عشان كده كل الأدوية بتتارجت الدوبامين. لو بصينا هنا على الصورة هنلاقي آدي الميزوليمبيك، ميزو من الميد برين للليمبيك سيستم، في زيادة في الدوبامين على الدي 2 ريسبتور، هو ده المسؤول على البوزيتيف سيمتومز اللي هي الهلوسينيشنز والدلوجنز وهكذا. أما النيجاتيف سيمتومز والكوجنيتيف هي نقص في الدوبامين على الدي 1 ريسبتور في الميزو كورتيكال، يبقى زيادة الدوبامين في الميزو ليمبيك تديني البوزيتيف سيمتومز، نقص الدوبامين على الدي 1 في الميزو كورتيكال هي اللي بتديني النيجاتيف والكوجنيتيف سيمتومز. اذا كل الانتي سايكوتكس اللي بتقفل او بتبلوك الدي 2 ريسبتور في الميزوليمبيك اكيد هتمبروف البوزيتيف سيمتومز، وفعلا كل الانتي سايكوتكس سواء التيبيكال اللي هم القدام او الاتيبيكال اللي هم الجداد كلهم لازم يبلوك الدي 2 ريسبتور في الميزوليمبيك عشان يضيعوا البوزيتيف سيمتومز، لان زي ما اتفقنا في الدي اس ام 5 كرايتيريا البوزيتيف سيمتومز لازم تكون واحده موجوده منهم ككور سيمتوم عشان اقدر اشخص سكيزوفرينيا. الانتي سايكوتكس اللي بتقفل الدي 2 ريسبتور في الحقيقه هي بتعمل بتكالم البيشنت او بتقلل الاجيتيشن والاجريشن ويزن اورز، يعني بيهدى تماما، ولكن الهالوسينيشن بتاخد وقت شويه، يعني بتبقى ديليت شويه، بتاخد 1 تو 2 ويكس قبل ما تبدا تقل. اما الديلوجنز ممكن تاخد شهور، ولذلك العيانين بيبقى فيه برضو نون كومبلاينس من الادويه بتاعه الانتي سايكوتكس، يقول لك هو ما رجعش طبيعي ليه على طول اول ما خد الدواء، لا هو في ديليد اونست في الهالوسينيشنز والديلوجنز بالذات. نيجي بقى للنيجاتيف والكوجنيتيف سيمتومز، وقلنا انها بتحصل الباثوفيسيولوجي بتاعها هي نقص في الدوبامين على الدي 1 ريسبتور في الميزو كورتيكال. مين اللي ممكن يحسن ده؟ اللي هيقدر يزود الدوبامين على الدي 1. فوجدوا ان ال 5-HT2 بلوكيد، لما بقفل ال 5-HT2 ريسبتور في الكورتيكال بيزيد الدوبامين، لان ال 5-HT على البري سينابتيك على الدوبامين بيعمل انهيبيشن للريليز، فلما بقفل الانهيبيشن يزيد الريليز، فبيزيد الدوبامين على الدي 1 ريسبتور في الميزو كورتيكال، وبالتالي بيمبروف النيجاتيف سيمتومز. مين بقى اللي ليهم 5-HT2 بلوكيد؟ هما الاتيبيكال انتي سايكوتكس. يبقى كل الانتي سايكوتكس التيبيكال والاتيبيكال الجداد والقدام كلهم يقفلوا الدي 2 ريسبتور، اما الاتيبيكال بتبقى كاركترايز بانها بتقدر تقفل كمان ال 5-HT2 بلوكيد، وبالتالي تحسن النيجاتيف والكوجنيتيف سيمتومز.
سايكوتكس او مضادات الذهان، في منهم التيبيكال اللي هم الاولد جروب اللي او الفيرست جنريشن، وفي الاتيبيكال اللي هم السكند جنريشن او النيور انتي سايكوتكس. الفيرست جنريشن او التيبيكال بتقفل الدي 2 ريسبتور فقط، فيري ليتل افكت على 5 اتش تي 2، وبالتالي بتحسن البوزيتيف سيمتومز فقط. اما الاتيبيكال بتقدر تعمل بلوكيت لل 5 اتش تي 2 ريسبتور وللدي 2 ريسبتور، وبالتالي بتقدر تحسن البوزيتيف سيمتومز والنيجاتيف سيمتومز زي ما شفنا في الصور. اولا التيبيكال انتي سايكوتكس، وبيطلق عليها كمان الكونفنشنال او الاولد او الفيرست جنريشن انتي سايكوتكس، ومن اشهرهم في السوق الهالوبريدول، موجود باسم هالدول وهالونيز وليه اسماء تجاريه كتير. في كمان اللي هو الفلوفينازين، وده موجود ان كومباينيشن مع النورتريبتلين في اقراص الموتيفال، والموتيفال بتستخدم في علاج الدبريشن وبتتاخد بالليل طبعا عشان السديش. في كمان الاستيلازيل مشهور قوي اللي هو ترايفلوبيرازين انتي سايكوتيك، وفي عندي اللارجاكتيل والنيورازين، دول عباره عن كلوربرومازين في الهاي دوز انتي سايكوتيك، وفي اللو دوز ال 25 اهي ممكن يستخدم كسيديشن او هيبنوتيك بالليل. في كمان منهم انجكشنز زي الهالدول، وفي كمان الموديكيت. الموديكيت طبعا ده لونج اكتنج، بيتاخد كل 3 4 اسابيع. وفي كمان الكلوبيكسول، في منه ديبوت وفي منه اكيوفيز، يعني لونج اكتنج واميديت ريليز، اللي هو زوكلوبينسكسول. كل ديت تيبيكال انتي سايكوتكس موجوده في السوق وبتستخدم كتير جدا. ميكانيزمز اوف اكشن اوف تيبيكال انتي سايكوتكس، اول حاجه طبعا هما زي ما قلنا دي 2 بلوكيد، وبالتالي بيحسنوا البوزيتيف سيمتومز اوف سكيزوفرينيا او سايكوزس، وعشان كده احنا استخدمناهم او بيقال عليهم الانتي سايكوتكس، هو ده السبب. لكن ليهم اذر اكشنز، بيبلوك الاوتونوميك ريسبتورز شبه التراي سايكليك انتي ديبريسنس، الماسكارينيك ريسبتور في الاتروبين لايك اكشن، الفا هايبوتنشن، اتش 1 سيديشن ويزودوا الويت. اذا نفس الكلام اللي قلناه على التراي سايكليك، وكمان ليهم كارديو توكسيسيتي وكونفالجنز وكورنيال سايد افكتس زي ما هنشوف. ايه هي بقى السايد افكتس بتاعه التيبيكال انتي سايكوتكس؟ حاجه طبعا الاوتونوميك بلوكيد اللي هو الاتش 1 والماسكارينيك والالفا، زي بالظبط التراي سايكليك انتي ديبريسنس نفس الكلام، سيديشن وهايبوتنشن وحته الاتروبين لايك اكشن، ولذلك نوت ريكومندد ان الدرلي. الكارديو توكسيسيتي برضو بيزودوا الكيو تي انترفال برولونجيشن، والثيوريدازين بالذات عليه بلاك بوكس ورنينج في حكايه الكيو تي برولونجيشن. الكونفالجن التيبيكال انتي سايكوتكس بيزودوا الريسك اوف كونفالجن، وعشان كده بيبقوا شود بي يوزد كوشسلي في الكاردياك والابيليبتيك بيشنتس. شبه التراي سايكليك قوي، بس هنا بقى في حاجتين جداد ما كانوش موجودين في التراي سايكليك سايد افكتس، الكورنيال لانس ديبوزيشن، وحاجه على الليفر اللي هي كوليستاتيك جوندس، بيعملوا كوليستاتيك جوندس كوليستيزيس، يعني يقللوا البايل فلو. عشان نفهم بقيه سايد افكتس بتاعه التيبيكال انتي سايكوتكس، هنراجع بسرعه الفور باسوايز اللي السلايد دي خدناها في الباركنسونيزم، هراجعها تاني. في فور باسوايز اوف دوبامين في السي ان اس، في منهم نمرة واحد اللي هو الميزو ليمبيك، وده بيبقى involved ان لما بيزيد فيه الدوبامين على الدي 2 بيدي البوزيتيف سيمتومز. وفي الميزو، ميزو يعني ايه ميزو؟ يعني ميد برين، ميزو كورتيكال اللي هو نقص الدوبامين على الدي 1 بتديني الكوجنيتيف والنيجاتيف سيمتومز زي ما اتفقنا من شويه. فانا لما باجي ادي انتي سايكوتكس عشان اضيع السايكوتيك سيمتومز او البوزيتيف سيمتومز، بتقفل الدي 2 ريسبتور في الميزوليمبيك، بس هتقفلها كمان في النيجروسترياتال باسواي اللي جنبها ده، فيقل الدوبامين في البيزال جانجليا، يديني حاجه اسمها اكسترا باريميدال سيمتومز. فدي السايد افكتس، عرفنا جت منين. وكمان هيقفلها في الباسواي الرابع اللي هو هايبوثالاميك بيتيوتري. طب الدوبامين في الباسواي ده كان بيعمل ايه؟ كان الدوبامين بيطلع من الهايبوثالاموس يعمل انهيبيشن للبرولاكتين ريليز في البيتيوتري، وبالتالي لما اقلل الدوبامين او اقفله هيزيد البرولاكتين فيعمل هايبر برولاكتينيميا. نشوف هنا البلوكيد اوف دي 2 ريسبتور سنترالي ممكن يكون انديكيشن وممكن يؤدي الى سايد افكت.
امتى يكون انديكيشن؟ لو قفلت الدي 2 ريسبتور في الميزولمبيك، وهو ده المين انديكيشنز اوف انتي سايكوتيك، انه يقلل البوزيتيف سيمتومز الهالوسينيشنز والديلوجنز. اما اذا قفلها في السي تي زون بيؤدي الى سيفير او فيري افكتيف انتي ايميتيك وانتي هيكوب افكت. عشان كده هنلاقي من ضمن الانديكيشنز بتاعه الانتي سايكوتيك انه بيستخدم في علاج الريزيستنت ايميسيز او فوميتنج والريزيستنت هيكوب. اما اذا قفلها في البيزل جانجليا فده بيؤدي الى اكسترا بيراميدال سايد افكتس، هناخدهم حالا في الجدول، الدستونيا والاكاسيزيا والباركنسون لايك والتارديف ديسكاينيجيا. واخيرا اذا قفلها في الهايبوثالاميك بيتيوتري اكس ده بيؤدي الى زياده في البرولاكتين وانكريز بادي ويت زي ما اتفقنا. الجدول ده بيوضح الاكسترا بيراميدال سايد افكتس. اول حاجه اللي هي الاكاسيزيا. يعني ايه اكاسيزيا؟ يعني موتور ريستلسنس، يعني العيان مش مرتاح في اي وضع، لا مرتاح قاعد ولا مرتاح بهو بيقعد، يحس انه عايز يقوم يقوم، يلاقي نفسه بيتحرك غصب عنه، مش عارف يقعد، لو ينام مش عارف ينام، مش عارف يرتاح في اي وضع فعلا، لدرجه انه بيتصل بيك في التليفون الحق يا دكتور انا مش مرتاح. في الحاله ديت ما بيستناش حتى الزياره اللي بعدها. ففي الحاله دي بندي ايه؟ البروبرانولول، الفيرست لاين فور تريتمنت اوف اكاسيزيا نمبر 1 بروبرانولول. طبعا بالنسبه للبوست جراد في لسته ثانيه من الادويه، لكن اتليست السنه الثالثه يعرفوا البروبرانولول. البروبرانولول زي ما اتفق ده بيتا بلوكر، دي رابع مره نذكره في السي ان اس موديول. اول مره قلنا البروبرانولول كبديل للانتي كولينرجيك في علاج التريمورز اوف باركنسونيزم. نمرة اتنين خدناه في الانكزايتي عشان بيقلل الفيزيكال سيمتومز اللي هي نتيجة السمباثيتك. تالت مرة خدناه في المايجرين كبروفيلاكسيس اوف مايجرين، ودي رابع مرة اهي ناخده في علاج الاكاسيزيا، لان الباثوفيسيولوجي بتاع الاكاسيزيا فيها شبه شوية من التريمورز، فعشان كده بيتاخد في علاجه البروبرانولول. اما الدستونيا والباركنسونيزم الباثوفيسيولوجي بتاعهم مينلي نتيجة بلوكيد اوف دي 2 ريسبتور في البيزال جانجليا، وبالتالي بيؤدي الى هايبر اكتيفيتي في الاسيتايل كولين زي ما اتفقنا، عشان كده بيتعالجوا مينلي بالانتي كولينرجيك دراجز. طبعا كلمه ديستونيا معناها ايه؟ اهي يعني ماسل سباز، وغالبا بتحصل في النك، بنسميها تورتيكولس اهي زي ما احنا شايفين في الصوره في الفيديو. الدكتور مش عارف يعدل رقبتها لان في سيفير ماسل سباز. وطبعا الباركنسونيزم كلنا عارفينه، خدناه قبل كده، ريجيديتي تريمورز اند برادكاينيجيا. طيب الانتيكولينرجيك ليه فيرست لاين في الحاله دي؟ ليه ما بنديش الدوبامينرجيك؟ اتفقنا قبل كده، لان لو اديت الدوبامينرجيك اولا الانتي سايكوتيك قفل الدوبامين ريسبتور فمش هتشتغل حتى في البيزل جانجلي. تاني حاجه ان الدوبامينرجيك هتسوق السايكوتيك سيمتومز اللي انا بدي في اللي انا بعالجها اساسا، فعشان كده بندي الانتيكولينرجيك في علاج الدستونيا او الباركنسونيزم لو حصل، ويفضل فور كبروفيلاكسيس لو انا هدي، وده بيحصل فعلا. افرض مثلا انا عايز ادي الهالوبريدول او الكلوربرومازيد كانتي سايكوتيك تيبيكال، اعمل ايه؟ ادي معاه الانتي كولينرجيك في الاول، وخصوصا في اول شهر، لان نسبه ان تحصل الاكسترا بيراميدال سيمتومز في اول شهر هي اعلى حاجه، فبنغطي، بنعمل زي كفر كده، ندي الانتي كولينرجيك كونكوميتنت مع الانتي سايكوتيك اللي هو التيبيكال عشان نتجنب حدوث الاكسترا بيراميدال سيمتومز. رابع اكسترا باراميدال سايد افكت وهو التارديف ديسكاينيجيا. كلمه تارديف يعني ليت، لانها بتحصل بعد 6 شهور من استخدام الانتي سايكوتيك، اب تو سنتين 5 سنين وهكذا، يعني ما بتحصلش على طول مع الكرونيك يوز بتاع الانتي سايكوتيك وخصوصا التيبيكال. وكلمه ديسكاينيجيا يعني اب نورمال انفولنتري موفمنت، خصوصا بتحصل في الماوس وفي الفيس، فبتلاقي اهو شوينج ساكلينج والتانج موفمنت باينه قوي في البيشنت نمبر 1 اللي هي الفلاي كاتشنج موفمنت اوف ذا تانج. طب ايه الباثوفيسيولوجي بتاع التارديف ديسكاينيجيا؟ قال لك مع الكرونيك يوز اوف دي 2 ريسبتور بلوكرز، فده بيؤدي الى ان الريسبتور بتحاول تقاوم فبتزود السنسيتيفيتي بتاعتها. الكلام ده احنا خدناه قبل كده، لما تبلوك الريسبتور كتير تزود لك عددها او تزود السنسيتيفيتي، هو ده اللي بيحصل. فزياده الدوبامين اكشن في البيزل جانجليا تروح مدياك الايه؟ الديسكاينيجيا دي. طبعا لو انا اديت انتي كولينرجيك في الحاله ديت ما ينفعش، لان هو هيكساجريت الايه؟ التارديف ديسكاينيجيا، لان اصلا الدوبامين زياده، فلما اقلل كمان الاسيتايل كولين انا كده بزود الدوبامين اكشن اكتر. طب
هاو تو تريت. الاول خلينا نقول هاو تو بريفنت. ليه؟ لان في الحقيقه علاج التاردف ديسكاينيجيا صعب جدا وما بيتحسنوش قوي، يعني بيعتبروها كانك عملت عاهه مستديمه للعيان. البريفنشن افضل. طب هاو تو بريفنت، لما اجي استخدم تيبيكال انتي سايكوتيك يفضل ان انا استخدم الليست بوسيبل دوز، ما اديش دوزز عاليه قوي. ثانيا مينيمال ديوريشن، لو اقدر ان انا اوقفه بعد فتره تسمح خلاص اوكي، ما استمرش عليه وانا مش محتاجه. افويد الروتين يوز اوف انتي كولينرجيك، احنا قلنا المفروض بنستخدم الانتي كولينرجيك مع الانتي سايكوتيك في اول اسبوع اللي هم التيبيكال بالذات عشان اتجنب حدوث الايه الاكسترا بيراميدال سيمتومز اللي احنا قلناهم الاولانيين، الاكاسيزيا والديستونيا والباركنسونيزم. بس خلاص بقى بعد شهر شهرين ابدا قلل جرعات الانتي كولينرجيك وما تقعدش تاخدها كرونيك يوز فور ييرز، لان ده هيزود حدوث التاردف ديسكاينيجيا. يبقى ده البريفنشن. طب هاو تو تريت، في الحقيقه علاجه صعب جدا، ولكن احنا اول ميجر بنعملها لو حصل التاردف ديسكاينيجيا ان احنا نوقف التيبيكال انتسايكوتيك ونشفت بس بالتدريج طبعا على السكند جنريشن انتسايكوتيكس، وخصوصا اللي هم اقل اكسترا بيراميدال. تاني حاجه بندي كلوزابين لو دوز، بتساعد شويه في انها تقلل التاردف ديسكاينيجيا. اخر سايد افكت للتيبيكال انتسايكوتيكس هو انتسايكوتيك مالجنان سندروم، او بيسموه نيوروليبتيك مالجنان سندروم، وده بيبقى نتيجه سادن اكسسيف دوبامين بلوكيد. انت قفلت الدوبامين ريسبتور فجاه بكميه كبيره في الايه في الدوبامين في البيزل جانج، ادى الى ان كفه الاسايلكولين طلعت فجاه لفوق، تعمل لك ايه اسايلكولين زياده مصر جيديتي، وبعدين تولد حراره تعمل لك هايبرثيرميا معاها اوتونوميك اوفر اكتيفيتي تاكيكارديا وهايبرتنشن، وطبعا منتال ستيتس اولترد. في الحاله دي بعمل ايه بقى؟ بحاول افك الريجيديتي دي، بعمل ايه؟ ادسكونتينيو طبعا السبب، وادي البنزودايزيبينز كماسل ريلاكسنت على طول لانه زي الدايزيبام، دي اول حقنه. تاني حقنه تحاول تعمل ايه بقى؟ تعلي الدوبامين بسرعه، لانك انت ده صادم بلوكيد للدوبامين ريسبتور، لا انا هزود الدوبامين او ادي دوبامين اجونست اللي هو مين؟ البروموكريبتين. دي تاني حاجه. تالت حاجه طبعا كلنا عارفين ان المالجننت هايبرثيرميا دي فيتال، وبنستخدم الدانترولين ده ماس ريلاكسنت، بيدخل الكالسيوم في الساركوبلازميك ريتيكولم بسرعه عشان يعمل ماس ريلاكسيشن اللي هو الحقنه الثالثه الدانترولين. يبقى بندي التلات حقن دول ورا بعض، ديازيبام وبروموكريبتين ودانترولين. مهم جدا هاو تو مانج المالجننت هايبرثيرميا لانها فيتال. وجدوا ان التيبيكال انتي سايكوتيك ايكوال افيكاسي، يعني كلهم يقدروا يوصلوا لنفس الليفل من الانتي سايكوتيك افكت، ولكن ديفر بوتنسي، بيختلفوا في البوتنسي وفي السايد افكتس. يعني ايه ديفر بوتنسي؟ هنا قسموهم الى لو بوتنسي وهاي بوتنسي. اللو بوتنسي اللي هم زي كلوربرومازين، تبص تلاقيه محتاج جرعات اكبر، فتلاقي اللارج كتير اللي هو كلوربرومازين 100 ملي جرام مثلا القرص بتاعه، بينما الهالوبريدول هو اهم اكزامبل في الهاي بوتنسي تلاقي جرعاته اقل، فتلاقي هنا القرص من الهالوبريدول 5 ملي جرام، يبقى جرعات اقل، يبقى ده هاي بوتنسي. طب ده بالنسبه للبوتنسي. طب بالنسبه للسايد افكتس بتختلف. ايوه هاي بوتنسي هالوبريدول، نحفظها كهاي بوتنسي هالوبريدول، ده اهم اكزامبل، ده بيبقى مينلي هاي سنترال سايد افكت. فالسنترال سايد افكتس وخصوصا الاكسترا بيراميدال اكتر مع الهالوبريدول، عشان كده كان كونترا انديكيتد في الباركنسونيزم، وكان من ضمن اسباب الدراج انديوسد باركنسونيزم كان هو نمر واحد. اما اللو بوتنسي السايد افكتس بتاعتها مينلي اوتونوميك وكاردياك، لكن السي ان اس اقل معاهم. بمعنى ان انا لو انا مش هقدر استخدم التيبيكال انسايكوتيك او السكند جينريشن وما عنديش الا التيبيكال لانهم تمنهم رخاص، مثلا بشتغل في مكان امكانياته محدوده وما عندوش الا التيبيكال انتسايكوتيك، في الحاله دي هعمل ايه؟ لو عندي بيشنت عنده باركنسونيزم اختار له مين فيهم؟ طبعا هختار ايه؟ اللو بوتنسي اللي هو الكلوربرومازين، وهتجنب خالص الهالوبريدول. طب لو عندي عيان كاردياك او اولد ايج، في الحاله ديت هعمل ايه؟ هستخدم اكتر اللي هم الهالوبريدول لانه بيبقى بريفيرد في الالدرلي والكاردياك عشان الاوتونوميك سايد افكتس والكاردياك اقل، لكن اتجنب
اللو بوتنسي لانهم كونترا انديكيتد في الالدرلي والكارديك، عشان الاوتونوميك والكارديك اكتر حاجه فيهم. ده الفرق ما بين اللو بوتنسي والهاي بوتنسي. الجدول ده على البوست جراد ملخص الكلاسيفيكيشن اوف فيرست جنريشن انتي سايكوتكس اكوردنجلي البوتنسي هاي وانترميديت ولو، وقصدها هنا السايد افكتس سواء كانت الاوتونوميك سايد افكتس اللي هي السيديشن والهايبوتنشن والانتي كولينرجيك اللي هو الاتروبين لايك اكشن والاكسترا بيراميدال سايد افكتس. لو بصينا هنا هنلاقي طبعا الهاي بوتنسي من اشهرهم اللي هو الهالوبريدول والفلوفينازين، اكتر مجموعه بتعمل هي هاي على الاكسترا بيراميدال لكن لو على الاوتونوميك. المجموعه الثانيه المشهوره اللي هي اللو بوتنسي كلوربرومازين والثيوريدازين هنلاقيها اقلهم او اقل هي لو اكسترا بيراميدال سايد افكتس لكنها هاي على الاوتونوميك سايد افكتس. المجموعه الثالثه اللي هي الانترميديت في عندي البيرفينازين وترايفلوبيرازين اللي احنا لسه واخدين اللي هو الاستيلازيل واللوكسابين مهم قوي وهنشوف عليه دلوقتي حاجه مهمه جدا ريسنت ابروفد دوزج فورم معينه منه. وفي عندي هنا الزوكلو بنثيكسول اللي هو الكلوبيكسول وده مشهور قوي في السوق. المجموعه ديت انترميديت بتبقى هاي برضو اكسترا بيراميدال ولكن على مستوى الاوتونوميك بتبقى فروم لو تو انترميديت. الجدول ده برضو على البوست جراد بيلخص التيبيكال انتي سايكوتيك ومعاهم الدوزج رينج بتاعتهم. فلو بصينا مثلا هنا ادي الهالوبريدول والفلوفينازين الدوزج فورم بنبدا بخمسة والماكسيمم بتاعتي بتبقى 20 مللي جرام. وليه؟ لان هما هاي بوتنسي فالدوز بتاعتهم صغيره. في كمان احنا قلنا ملحوظه ان الفلوفينازين موجود في السوق ان كومباينيشن مع النورتريتلين في الموتيفال، هو مش موجود غالبا ما بيبقاش لوحده في اقراص الموتيفال اللي بتستخدم كانتي ديبريسنت اكتر منها كانتي سايكوتيك. طبعا في عندي الكلوربرومازين والثيوريدازين اللي هما الهاي بوتنسي. بصوا فرق الجرعه بقى هنا، الجرعه هنا الستارتنج بتبدا من 50 ل 150 والماكسيمم دوز بيوصل اب تو 1000 مللي جرام وهنا 800 مللي جرام في الثيوريدازين. فطبعا ده بيوضح ان ليه هما بنقول عليهم لو بوتنسي عشان بنحتاج دوز كبيره. والثيوريدازين طبعا مشهور قوي بالكيو تي انترفال برولونجيشن. نيجي بقى للانترميديت من ضمنهم اللوكسابين وده خلينا نتكلم عليه لان ليه حته هنا مهمه جدا. في 2012 الاف دي اي ابروفد انهيلد اورالي انهيلد دوزج فور من اللوكسابين لانه رابيد اكتنج فبيستخدم في الاكيوت اجيتيشن. وفي الحقيقه هو يعتبر الوحيد او اللي هو الانتي سايكوتيك اللي بيتاخد باي انهاليشن. يعني لما يجي سؤال مين الانتي سايكوتيك اللي بيتاخد باي انهاليشن، هو اللوكسابين انهيلد اورالي وبيستخدم في الاكيوت اجيتيشن في الناس اللي عندهم سكيزوفرينيا او باي بولر. نيجي لنقطة مهمة جدا وهي الفارماكوكاينيتكس اند روتس اوف فيرست جنريشن انتي سايكوتكس. اولا هم لايبوفيليك وابزوربد اورالي وكان كروس بلاد برين بارير، ولذلك هم كاورال دوزج فور مشهورة جدا. عندي الهالونيز او الهالدول وغيره، وفي اللي هو الستيلازيل والموتيفال وهكذا. في كمان في الاكيوت اجيتيشن ديت من اهم الادوية اللي بتتاخد في الاكيوت اجيتيشن هو الهالوبريدول intramuscular injection، ممنوع يتاخد intravenous عشان بيعمل تورسات دوبوا، دي اللي هي اريزميا فيتال اريزميا، يزود الكيو تي قوي ويعمل تورسات دوبوا وفيتال اريزميا، فممنوع يتاخد intravenous لكن بيتاخد intramuscular. الهالوبريدول 5 مللي جرام، وفي كمان كلوبيكسول اكوافيز 50 مللي جرام. لو العيان مهديش ممكن ادي امبوله ثانيه وامبوله ثالثه، يفصل ما بينهم ساعه او ساعتين. الماكسيمم دوز برداي 3 امبولات، وفي بعض الجايد لاينز بتقول ممكن ادي اب تو 4 امبولز يعني 20 مللي جرام هالوبريدول في اليوم. بس مهم جدا فيري كوشسلي ان انا الاحظ الاكسترا بيراميدال سيمبتومز اللي هي سايد افكتس. لو حصلت مثلا ريجيديتي او حصلت ماسل كلونس او اي حاجه اكسترا بيراميدال، في الحاله ديت بندي على طول اللي هو الانتي كولينرجيك بنزوتروبين اللي هو كوجينتين امبولز من 2 ل 4 مللي جرام انتراماسكولر. في دوزج فورم كمان مهمه جدا في علاج في الاكيوت اجيتيشن وهي ديت ابروفد في 2012 اللي هو اللوكسابين 10 مللي جرام
oral inhalation powder اسمه في السوق اداسوفي. ميزته اللوكسابين باودر انهاليشن ان هو رابيد اونست، يمكن يكون كمان اسرع من انتراماسكولار انجكشن، ولكن عيبه ان هو بيعمل برونكوسبازم، ولذلك كونترا انديكيتد تو بي يوزد ان برونكيال ازما او سي او بي دي بيشنتس. نيجي كمان في دوزج فورم تانية اللي هي الانتراماسكولار ديبوت، ودي هناخدها بالتفصيل فور كرونيك يوز كمان شويه. نيجي النقطة بقى اللي هي الميتابوليزم ميتابولايزد في الليفر بالسب 450، واشهر سب او اكتر سب بيعمل ميتابوليزم الانتسايكوتكس هو السب 2 دي 6 زي ما هنشوف. وطبعا الانهبيتورز اللي هو الفلوكسيتين والباروكسيتين في البروزاك والسيروكزيد بيعملوا انهبيشن للسب 2 دي 6 فيزودوا الليفل بتاع الانتسايكوتكس زي الهالوبريدول، ولذلك لازم نقلل الجرعة معاهم عشان ما يحصلش ان يزود التوكسيستي او يزود السايد افكتس بتاعه الهالوبريدول. الجدول ده ملخص الفيرست جنريشن انتي سايكوتكس كلهم. هنلاحظ ان السيب 2 دي 6 بيلعب رول مهم في الميتابوليزم بتاع معظمهم، ولذلك الفلوكسيتين والباروكسيتين اللي هم انزيم انهبيتورز على السيب 2 دي 6 بينتر اكت مع معظم الفيرست جنريشن انتي سايكوتكس، بيقلل الميتابوليزم بتاعتهم وبالتالي بيزود الليفل، فممكن يزود السايد افكتس او التوكسيستي بتاعتهم. من ضمن كمان الدراج انتر اكشنز المهمه اللي هو تراي فلوبيرازين او استيلازيل مع الفافرين اللي هو الفلوفوكسامين. التراي فلوبيرازين بيبقى ميتابولايزد بالسيب 1A2، مش ال 2D6 بقى هنا، لا السيب 1A2 زي مين؟ زي الكلوزابين، وبالتالي بينتراكت مع اللي بيعمل انهبيشن للسيب 1A2 اللي هو البوتنت انهبيتور اللي هو الفلوفوكسامين او الفافرين، فبيعمل انهبيشن للميتابوليزم بتاعه وبالتالي يزود الليفل اوف تراي فلوبيرازين، فممكن يزود السايد افكتس بتاعته او توكسيستي. على العكس طبعا السموكينج بيبقى انديوسر، فممكن يقلل الليفل بتاع الترايفلوبيرازين وبالتالي ما يبقاش افكتيف في العيان، فبزود الجرعه لو العيان بيدخن نفس الانتر اكشن بالظبط مع الكلوزابين هنشوفه كمان شويه. نيجي لللونج اكتنج انتراماسكولار ديبوت من الفيرست جنريشن، ودولت بيستخدموا عشان يخلوا الكومبلاينس او الادهيرنس للتريتمنت كويس، لان معظم طبعا عيانين السكيزوفرينيك او السايكوتيك ما بيبقى فيه بور ادهيرنس للدواء. فمن اشهرهم طبعا الهالوبريدول ديكونيت او الهالدول اللي هو الامبولات 50 مللي جرام. التوتال دوز بير مانس الرينج بتاعها من 50 ل 300 مللي جرام في الشهر، ممكن تتاخد حقنه كل شهر او كل اسبوعين، لكن التوتال دوز تتراوح من 50 ل 300 في الشهر. الدوز بتعادل من 10 ل 20% الاورال دوز، بمعنى لو العيان مثلا كان ماشي على هالونيز 5 مللي جرام يبقى المفروض التوتال دوز في الشهر تبقى 100 مللي جرام، لو كان ماشي على 10 مللي جرام في اليوم هالونيز يبقى المفروض ياخد حقنه في الشهر 200 مللي جرام. طبعا بيحتاج اورال بريدجنج لمدة شهر. يعني ايه oral bridging؟ يعني انا هستمر على الاورال لمدة شهر لحد ما اسحبه يكون اشتغل الديبوت عشان يوصل للثرابيوتيك ليفل، او لو انا بعمل لودنج من الاول في الحالة ديت بندي حقنة كل يعني اسبوع، ادي مثلا 50 ميلي جرام كل اسبوع لحد بعد كده 3 اسابيع الاولين، ثم بعد كده ادي 100 ميلي جرام كل اسبوعين، وبعد كده ممكن اخليها 200 ميلي جرام في الشهر. نيجي للفلوفينازين ديكونيت اللي هو الموديكيت، في منه 25 وفي منه 50. الموديكيت الدوز المسموح بيها من 12.5 يعني نص ل 25 لحد 100 مللي جرام ماكسيمم، وبتتاخد كل اسبوعين او 4 اسابيع، بتحتاج بريدجنج برضو بالاورال لمده اسبوعين عشان لحد ما يوصل لثرابيوتيك ليفل. في بقى اللي هو زوكلوبينثيكسول ديكونيت او الكلوبيكسول ديبوت، ودوت الدوز بتاعته بتبقى من 200 ل 600 مللي جرام، هنا بقى الدوز اعلى. ليه؟ لان ده انترميديت بوتنسي، لكن الهالوبريدول والفلوفينازين كانوا لو بوتنسي فكانت الدوزز بتاعتهم اقل من كده. الدوز في بتاع الكلوبيكسول من 200 ل 600 مللي جرام كل اسبوعين او ماكسيمم 3 اسابيع، وبيحتاج برضو اورال بريدجنج لمده اسبوع، او في حل تاني اما ان انا من الاول لو عايز ابدا بيه ببدأ بكلوبيكسول ديبوت وممكن أحط معاه أكيوفيز في نفس الوقت،
وممكن كمان ميكسد في نفس السيرنج ده اكوردنج لشركة الأدوية. وبالتالي أنا بغطي الفترة الأولية لحد ما أوصل بالديبوت يوصل للثرابيوتيك ليفل بتاعه. من اللي احنا شفناه ده يبقى what are the advantages of typical antipsychotics؟ أولا هم رخاص في الثمن، تاني حاجة ليهم fast acting intramuscular inhalation for acute agitation، وده مش متوافر قوي في الاتيبيكال انتيسايكوتكس، وان كان في دوزج فورم طلعت جديده ولكن مش متوفره زي التيبيكال انتيسايكوتكس. في كمان اللي هو سلو ريليز الديبوت اللي احنا لسه شايفينه طبعا لونج اكتنج، ودولت ميزتهم ان هم اقل في اكسترا بيراميدال سايد افكتس واقل في باقي سايد افكتس، وكمان بيبقى بيضمن في العيانين او بيبقى ليه فايده كبيره جدا في العيانين اللي عندهم ديفيكولتي ان اديرنج تو ذا ثيرابي، يعني العيان مش ملتزم على الدواء ما بياخدوش بانتظام وبالتالي السايكوتيك سيمتومز مش بتروح او مش بتقل، فبضطر ان انا اشفته عشان اضمن انه خد الجرعه من الانتي سايكوتيك مظبوطه. كده احنا خلصنا التيبيكال انتي سايكوتكس، وهندخل على تاني مجموعه وهي الاتيبيكال انتي سايكوتكس، ويمكن دول بقى مغرقين السوق اكتر ومشهورين جدا. طبعا الريسبردال في منه اورال وفي منه كمان دروبس، في الاريبيبرازول اللي هو الاريبيبريكس والاولابكس، وفي الزبريكسا كمان اللي هو الاولانزابين، اكيوتابكس او السيركويل برضو في السوق مشهور جدا، وفي الليبونكس واسمه في السوق كمان كلوزابكس. كل دي اسماء مشهورة جدا وبتستخدم كتير في السوق. اسماء الاتيبيكال انسايكوتيك فليبيكوت: اريبيبرازول، كلوزابين، اولانزابين، كويتيابين، تلاتابين، وفي ريسبريدون، باليبريدون، زبراسيدون. اولا what is the mechanism of action of atypical antipsychotics او new generation antipsychotics؟ اولا هم طالما antipsychotics يبقى لازم بيعملوا بلوكيد للدي 2 ريسبتور وخصوصا في الميزولامبيك سيستم. تاني حاجة احنا اتفقنا عليهم ان هم المجموعة دي بتعمل بلوكيد او more selective او high affinity لل 5-HT2 ريسبتور فبيقفلوها. ليهم كمان سنترال واوتونوميك افكتس شبه التيبيكال ولكن بدرجه اقل زي ما هنشوف. طب ايه مميزات او الادفانتجز اوف اتيبيكال انتي سايكوتكس اوفر التيبيكال؟ ليه طلعوا؟ لانهم اولا مور سيلكتيف على الميزوليمبيك فبيقفلوا الدي 2 ريسبتور في الميزوليمبيك، وذ ليتل افكت على البيزل جانجليا والهايبوثالاميك بيتيوتري اكس، وبالتالي السايد افكتس اللي كانت بتحصل زي الاكسترا بيراميدال سيمتومز هتبقى اقل. وكمان البلوكيد اوف هايبوثالاميك بيتيوتري اكس كان بيعمل الهايبر برولاكتينيميا اللي احنا كنا بنقول عليها امينوريا جالاكتوريا سيندروم هيبقى اقل كتير مع الاتيبيكال انتي سايكوتكس اكسبت الريسبريدون. في الحقيقه الريسبريدون ستيل بيعمل هايبر برولاكتينيميا وكمان بيعمل اكسترا بيراميدال سيمتومز بس في الهاي دوزز اللي هي اكتر من 6 ملي جرام، ولذلك ما بنديش ريسبريدون اكتر من 6 ملي جرام. وقلنا قبل كده ان كلوزابين والكوتايابين دولت الاثنين اتيبيكال انتي سايكوتكس عندهم لو بوتنشال انهم يعملوا اكسترا بيراميدال سيمتومز، عشان كده كانوا هم الانتي سايكوتيك اوف تشويس في الباركنسونيزم. الميزه الثانيه للاتيبيكال انتي سايكوتكس اوفر التيبيكال انهم مور افكتيف وخصوصا اجينست النيجاتيف سيمتومز، لان زي ما اتفقنا هم بيقفلوا ال 5-HT2 وبالتالي بيزيد الدوبامين على الدي 1 ريسبتور في البري فرونتال كورتكس فبيحسن النيجاتيف سيمتومز والكوجنيتيف سيمتومز. التيبيكال ما بيقدروش يعملوا كده لانهم ما لهمش 5-HT2 بلوكيد قوي. وفي ميزه ثانيه كمان انهم بينفعوا في الريزيستنت كيسز وخصوصا الكلوزابين. الكلوزابين كان ابروفد عشان الريزيستنت سكيزوفرينيا. من 20-30% من السكيزوفرينيك ار ريزيستنت للتريتمنت سواء كان فيرست جينيريشن او سكند جينيريشن. في الحاله ديت بنستخدم ايه في الريزيستنت سكيزوفرينيا؟ الكلوزابين، لان الكلوزابين يعتبر الموست افكتيف انتي سايكوتيك وابروفد في سنه 1989 من الاف دي اي فور ريزيستنت سكيزوفرينيا. وكمان في ميزه تانية انه مينيمال ريسك اوف اكسترا بيراميدال سيمتومز. طب ليه مش بنستخدمه من الاول وفي كل الحالات يا دكتور؟ اقول لك لان ليه سيريس سايد افكتس. السيريس سايد افكتس دي بتلمت اليوز بتاعته. What
are the side effects of clozapine أو اللي هو اسمه ليبوناكس في السوق؟ أولا بيعمل insulin resistance يعني dyslipidemia وhyperglycemia، فبيزود الريسك اوف دايابيتس وبيزود الويت جين قوي. تاني حاجة انه بيزود الريسك اوف سيجرز زي التيبيكال انتي سايكوتيك كده، بس ليه فيري كاركترستيك سايد افكت اللي هو النوكتورنال سلايفيشن، العيان يجي يقول لك بقوم من النوم من كتر السلايفا مغرقة الايه المخدة. ليه كمان اوتونوميك سايد افكت زي التيبيكال انتي سايكوتيك، ممكن يعمل بوستر هايبوتنشن ونتيجة الالفا بلوكيد، سيديشن نتيجة الاتش 1، انتي كولينرجيك او اتروبين لايك اكشن نتيجه الماسكارينيك بلوكيد. وهنا بقى السيديشن بتاعه فيري كاركترستيك، واحيانا كمان بيستخدم الليبونكس لو دوز اقل من 100 مللي جرام كهيبنوتيك، اهي في 25 مللي جرام، ده ايه ده هيبنوتيك، لان الانتي سايكوتيك افكت بتاعه ما بيظهرش الا في الهاي دوزز اللي هي فوق ال 100، لكن اللو دوزز ممكن تستخدم كاوف ليبلد كهيبنوتيك. اخطر سايد افكت بقى واهم سايد افكت عشان كده ليميتد اليوز اللي هو الاجرانيولوسايتوز، واحنا خدنا الاجرانيولوسايتوز قبل كده ان هو بيضرب الوايت بلاد سيلز يقللها، فيقلل الديفنس ميكانيزم او الديفنس سيستم بتاع العيان فيبقى عرضه للانفكشن. خدناها مع انتي ايبيليبتيك دراج قبل كده اللي هو الكاربامازيبين، وقلنا ان الكلوزابين والكاربامازيبين كونترا انديكيتد ان نستخدمهم مع بعض عشان بيعملوا اجرانيولوسايتوز. فالأجرانيولوسايتوزيس بتاعت الكلوزابين خطيرة جدا. طيب لو أنا اضطريت أستخدم الكلوزابين في resistant cases، إيه البريكوشنز اللي لازم أعملها during use؟ أولا لازم أمونيتور الـ white blood cell count، يعني أعمل CBC قبل ما أدي إلى الكلوزابين. لو لقيت إن الـ white blood cells الكاونت بتاعتها قليلة يعني أقل من 3500 ما بنديش كلوزابين أصلا. وطبعا بنفولو اب العيان كل فتره، والسكادولينج ده على البوست جراد الفولو اب، ولو قلت عن ليفل معين بنوقف برضو الكلوزابين. ليه؟ لان الاجرانيولوسيتوز بتاعته فيتال فهي محتاجه وايت بلاد سيل مونيتورنج. تاني حاجه بمونيتور البلاد جلوكوز والليبيد، لازم افولو اب البلاد جلوكوز والليبيد عشان الايه الانسولين ريزيستنس زي ما اتفقنا. تالت حاجة لو العيان عنده ريسك اوف سيجر او عنده هيستوري اوف كونفولجنز او ايبيليبسي بيبقى كونترا انديكيتد ان انا استخدم معاه الكلوزابين. الكلوزابين بيبقى ميتابولايزد في الليفر مينلي بالسيب 1 اي 2 و 2 اليسر اكستنت بالسيب 2 دي 6 و 3 اي 4. والجدول ده ملخص الدراج انتر اكشنز المهمة مع الكلوزابين، طبعا من اهمهم اللي هيشتغل على السيب 1 اي 2. اولا الفلوفوكسامين اللي هو الفافرين والسيبروفلوكساسين، ده واحد من الانتي بايوتكس الفلوروكينيلونز المشهوره، بيعملوا انهيبيشن للسيب 1 اي 2 وبالتالي بيقللوا الميتابوليزم اوف كلوزابين فبيزودوا الليفل، ولذلك يفضل ان احنا نقلل الدوز مع الفافرين او السيبروفلوكساسين. وتو اليسر اكستنت طبعا الاورال كونتراسيبتيف بيلز والكافيين برضو ليهم شويه سيب 1 اي 2 انهيبيشن، ولكن مش بنفس درجه الفلوفوكسامين والسيبروفلوكساسين هما الاهم. نيجي بقى لحته مهمه جدا السموكينج. السموكينج سيب 1 اي 2 انديوسر عشان النيكوتين اللي فيه، فدوت بيزود الميتابوليزم اوف كلوزابين فبيقلل الليفل. وهنلاحظ ان لما في محاضره خاصه بالكلوزابين بعد كده ان الدوز رينج في الفيميل مثلا مفروض الدوز الثرابيوتيك تبقى 250، لو هي سموكينج توصل ل 450، وفي الميل المفروض الدوز بتبقى 350 بردي، ولو هو بيدخن تبقى 550، يعني بتزيد 200 ملي جرام الدوز لو هو سموكينج. ليه؟ لانه بيزود الميتابوليزم او انديوسر على الميتابوليزم فبيكسره وبالتالي بيقلل الليفل. بالنسبه بقى لبقيه الانزيمز اللي هي سيب 2 دي 6، هنلاحظ طبعا هنا الباروكسيتين والفلوكسيتين لسه قايلينهم، برضو دولت انهيبيتورز مشهورين قوي عليه، وبالتالي برضو هيزودوا الليفل بتاع كلوزابين. والسيب 3 اي 4 انديوسر المشهور طبعا الكاربامازيبين والفينيتوين اللي هم الانتي ايبيليبتكس، دولت بيزودوا الميتابوليزم فبيقللوا الكلوزابين، فيفضل ان انا ازود الجرعه لو هستخدمهم معاه. وفي كمان هو نفسه بقى هنا دي الكلوزابين هو اللي بينتر اكت، هو اللي بيزود الليفل بتاع الاذر ايه اذر دراجز، زي ايه الكلوزابين نفسه
بيعمل انهيبيشن للسيب 2 دي 6 بتاع اللي بيعمل ميتابوليزم الفلوكسيتين وبيعمل الكاربامازيبين وبعض الانتي اريزميك، فبيزود الليفل بتاعهم. يبقى هو يزود الليفل بتاع الفلوكسيتين والكاربامازيبين، لكن الفلوكسيتين ممكن يزود الليفل بتاعه والكاربامازيبين يقلل الليفل بتاعه زي ما احنا شفنا فوق هنا. نيجي بقى لبقية الاتيبيكال انتي سايكوتكس، هنقول كلمة على كل واحد فيهم مميزة وتعرفوا بيها. اولا بالنسبة للريسبريدون، مقارنة بالتيبيكال انتي سايكوتيك فهو less extra pyramidal side effects، وخصوصا في الدوز القليلة اللي هي اقل من 6 ميلي جرام، فعشان كده ريكومندد انه ما يستخدمش اكتر من كده. تاني حاجة انه كمان less autonomic و less weight gain. اما الحاجة اللي لسه بيعملها او سايد افكت زي التيبيكال، انه الستيل بيعمل هايبر برولاكتينيميا يعني امينوريا جالاكتوريا سندروم، وكمان كارديو توكسيك ممكن يزود الكيو تي، فلازم ناخد بالنا في الناس الهاي ريسك ان يزيد عندهم الكيو تي. في منه تابلتس وفي منه كمان الدروبس او اللي هي السيرب، وده بيستخدم في الاطفال لان الريسبريدون ابروفد في علاج الاوتيزم او التوحد في الاطفال، بيقلل الهايبر اكسايتابيليتي والاجيتيشن والاجريشن، وهنشوفه كمان شويه في الانديكيشنز. نيجي لتاني واحد اللي هو الاولانزابين. الاولانزابين زي الكلوزابين بالظبط بس من غير الاجرانيلوسيتوزس، يعني في اكسسيف سيديشن يس، وعشان كده كمان هو احيانا بيستخدم كاوف ليبلد في هيبنوتيك، لكن ليه حاجه فيري كاركترايزد، اكتر واحد من الانتي سايكوتيك يزود البادي ويت، يعني بيتخن وينيم، فلذلك بيبقى حلو جدا لو انت عندك عيان عنده ديبريشن او عنده سايكوزس وعنده انسومنيا في نفس الوقت وما بياكلش كويس او عنده لوس اوف ويت. في الحاله دي لما تديله اولانزابين هينيمه كويس وكمان هياكله كويس، ياكل التلاجة بحالها، فبيزود البادي ويت، وفعلا بيجيب نتائج كويسه جدا. الزبريكس او الاولابكس اما بتديه بيزود البادي ويت على طول. الكوتايابين ده التالت واحد، ده زي الكلوزابين برضو يعني ليست اكسترا باريميدال سيمتوم، ودي كانت ميزه في الكلوزابين والكوتايابين، عشان كده كانوا الاثنين بيستخدموا في علاج السايكوزز ان باركنسون ديزيز. بس في حاجة مميزة تانية، ان الكوتايابين كمان سيداتيف برضو زي الكلوزابين، عشان كده كان بيستخدم اوف ليبلد مشهور قوي في السوق الكيوتابكس، او في كمان منه السيركويل بيستخدم اوف ليبلد في اللو دوز اللي هي اقل من 100 ملي جرام، غالبا بيستخدم في 25 ملي جرام بيستخدم اوف ليبلد كهيبنوتيك، وكمان الانتي سايكوتكس هنا بتستخدم كهيبنوتيك جميله جدا، اللي هو الكوتايابين او الليبونكس اللي هو الكلوزابين او الاولانزابين، بيحسنوا السلو ويف دي سليب فبينيموا ديب سليب، فالعيان بيقوم مرتاح جدا من النوم ده. فالاستخدام الكوتايابين في الحقيقه كاوف ليبلد يمكن هيبنوتيك اكتر كمان من استخدامه كانتي سايكوتيك. فدي الحاجتين المميزين، انه لس اكسترا بيراميدال وسيديشن عالي. الاولانزابين كان البادي ويت اكتر واحد يزود البادي ويت وكمان بيعمل سيديشن وينيم. الريسبريدون كان عنده مشكلتين، الهايبر برولاكتينيميا والكيو تي برولونجيشن ستيل موجودين. نيجي لاخر واحد بقى وده مميز جدا، الاريبيبرازول، بيسموه حتى دوبامين ستابلايزر لان ليه بارشال اجونيستيك اكتيفيتي على الدوبامين، يعني الحتت اللي فيها الدوبامين زياده يقللها والحتت اللي فيها الدوبامين قليل يزودها. في ميزه بقى الاريبيبرازول ايه؟ ميزته انه ليه فافوربل افكت على الكوجنيشن وعلى البادي ويت، يعني زي ما شفنا كل الانتي سايكوتكس تقريبا بيزودوا البادي ويت بس بديجريز مختلفه وبيعملوا سيديشن، الا الاريبيبرازول ما يعملش سيديشن، ودي حاجه كويسه جدا، فبيبقى بريفيرد في الاطفال عشان ما يناموش ويروحوا المدرسه ويذاكروا، او حتى الكبار الادلتس اللي عنده مذاكره او عنده شغل او عنده كذا، بنحب ندي اريبيبرازول وخصوصا الصبح. تاني حاجة لو حد ديابيتك او لو مش عايز او اوبيز مش عايز يزود وزنه، يبقى يفضل استخدام الايه؟ الاريبيبرازول. فده من المميزات المهمة جدا في الاريبيبرازول، لان معظم الانتيسايكوتكس الباقيين كلهم بيزودوا تقريبا البادي ويت وليهم سيديشن. وزي ما احنا شايفين في منه برضو سيرب غير التابلت، في منه سيرب لانه برضو بيستخدم في الاطفال، ابروفد من الاف دي اي في الاوتيستيك تشيلدرن، فدي ميزة برضو للاريبيبرازول. بس هنا بقى في سايد افكت فيري كاركترايزد للاريبيبرازول، وانه بيعمل اكاسيزيا في الحقيقه،
ودي لو حصلت بتبقى وحشة جدا. احنا قلنا الاكاسيزيا اللي هي الموتور ريستلسنس، فطبعا بنضطر ان احنا نقلل الجرعة او حتى نغيره، مع انه يعني يعتبر من افضل الادوية، وبندي طبعا زي ما اتفقنا بروبرانولول لو حصلت الاكاسيزيا، بس دي حاجة كاركترايز للاريبيبرازول سايد افكت. الجدول ده ملخص الاتيبيكال انتي سايكوتكس ان ريليشن للسايد افكتس بروفايل بتاعهم، السيديشن والاكسترا باراميدال والانتي كولينرجيك او اتروبين لايك اكشن، اورثوستاتيك هايبوتنشن ويت جين وبرولاكتين. لو بصينا هنا على البرولاكتين هنلاقي اول ستة مختلفين تماما عن اخر اتنين اللي هما ريسبريدون وباليبريدون. الستة الاولانيين بالنسبة للبرولاكتين بيعملوا بلس 1 بس، يعني فيري مينيمال افكت على البرولاكتين. لكن الريسبريدون والميتابولايت بتاعه اللي هو الباليبريدون الاتنين بلس 4 بيعلوا البرولاكتين قوي. عشان كده اول ستة دولت اللي هو الاريبيبرازول والكلوزابين والكوتايابين والاولانزابين واللوراسيدون والزبراسيدون بسميهم برولاكتين سبيرينج، يعني بيحافظوا على الليفل اوف برولاكتين مش بيعلوه قوي. لكن الريسبريدون والباليبريدون بنقول عليهم برولاكتين إليفيتنج، طبعا بيعملوا امينوريا جالاكتوريا سيندروم وممكن يعملوا سيكشوال ديسفانكشن وبينترفير مع الفيرتيليتي. في كمان برضو اللي هو السولبرايد اللي هو الدوجماتيل، وفي الامي سولبرايد اللي هو السوليان ده من السكند جنريشن، وطبعا كل الفيرست جنريشن بيعملوا برضو اليفيشن للبرولاكتين ويمكن اكتر كمان كدجري من السكند جنريشن دول. بالنسبه للويت جين هنلاقي ان الاولانزابين والكلوزابين اكتر اتنين بيعملوا ويت جين بلس 4 اهو، الباقيين كله اما بلس 1 او مفيش. نبص كمان هنا على الانتي كولينرجيك والاورثوستاتيك والسيديشن، يعني الاوتونوميك سايد افكتس هنلاقيها اكتر مع الكلوزابين. فالكلوزابين ليه اوتونوميك سايد افكتس اكتر واحد، واكتر واحد بيزود الويت جين. لكن بالنسبه للاكسترا بيراميدال هو والاريبيبرازول والكوتايابين واللوراسيدون هنلاقيهم اقل اكسترا بيراميدال، فهم اوف تشويس في العيانين اللي عندهم طبعا باركنسونيزم. لكن مشكلة الاريبيبرازول الاكاسيزيا زي ما اتفقنا، لكن الكلوزابين والكوتايابين واللوراسيدون كويسين بالنسبة للإكسترا باراميدال. نيجي بقى لللونج اكتنج انترا ماسكولار ديبوت انجكشنز من السكند جنريشن انتي سايكوتكس. اولهم واشهرهم في السوق اللي هو ريسبريدون كونيستا، في منه 25 وفي منه 50 ملي جرام، وبيتاخد حقنة كل اسبوعين، وبيحتاج اورال بريدجنج 3 اسابيع، يعني هستمر على الاورال وانا باخد الحقن لمده 3 اسابيع لحد ما اوصل للثيرابيوتيك ليفل زي ما اتفقنا. في كمان الاولانزابين اللي هو الزيب ادهيرا، وده بيتاخد كل اسبوعين او كل 4 اسابيع، بس في الحقيقه مش مشهور قوي، استخدامه قل جدا واتسحب كتير قوي، لان 2% منه بيحصل بوست انجكشن سيديشن ديليريوم سيندروم، وفي بلاك بوكس وورنينج عليه، ولذلك ما بيستخدمش كتير، بيخافوا من حالة الديليريوم والسيديشن اللي بتحصل بعديه. بس في كمان زبريكسا انترميديت ريليز بتتاخد كانجكشن انترا ماسكولر في حالة الاكيوت اجيتيشن، بس في الحقيقة ما هياش مشهورة قوي في مصر. في الاريبيبرازول او الابيليفاي، بس برضو للأسف مش موجود في مصر كتير، بس ممكن يستورد الابيليفاي من تينا، في منه 300 و400 ملي جرام، وبتتاخد حقنة مانسلي، وبتحتاج برضو اورال بريتشنج اسبوعين. في بقى الانفيجا ساستينا، دي موجودة في مصر وغالية جدا بس موجودة، اللي هو الباليبريدون اللي هو الميتابولايت بتاع الريسبريدون، ده بيتاخد حقنة كل شهر اللي هو الساستينا، وفي انفيجا تراينزا تراي يعني كل 3 شهور. وعشان العيان يمشي على انفيجا تراينزا لازم الاول ياخد ساستينا لمدة لا تقل عن 4 شهور، يعني يمشي على 4 حقن ساستينا ثم يبدأ ياخد الترينزا. دوت الشيفت من الدوز من الساستينا للترينزا الشركة محدداها، لو بيمشي على 78 ملي جرام برمانس في الساستينا يبقى هيقلب على 273 في الترينزا وهكذا. نيجي بقى لآخر نقطة في المحاضرة النهاردة، وهي therapeutic uses of antipsychotic drugs أو مضادات الذهان. هل هم بيستخدموا في الاسكيزوفرينيا والسايكوزيس فقط؟ طبعا لا،
بيستخدموا كمان في الاجيتيشن زي ما اتفقنا، في عندي الهالوبريدول 5 مللي جرام اي ام، واللوكسابين كات الاورال انهاليشن، وفي كمان الكلوبيكسول اللي هو اكيوفيز، وهكذا. بيستخدموا كمان نون سايكوتيك في انتي اميتيك في السيفير اميسيس زي اللي هو الكلوربرومازين، وانتراكتابل هيكف اللي هو ريزيستنت هيكف اللي هو الزغطه ما فيش فايده فيها، برضو بندي كلوربرومازين اللي هو اللارجكتيل. في كمان في المانيك اتاك وفي الباي بولر والاوتيزم ابروفد، في طبعا ريسبيريدون والاريبيبرازول واخدين اف دي اي ابروفال للعلاج الاوتيزم، وزي ما قلنا ادجفان ثيرابي او بنسميه اوجمنتيشن ثيرابي في الريفراكتوري ديبريشن، من اشهرهم طبعا الاريبيبرازول والكوتايابين، وفي عندي الاولانزابين كمان. وفي علاج الانسومنيا لان فيه هيبنوتيك افكت للكويتابين والكوتايابين والكلوزابين، وفي كمان الفيرست جنريشن كلوربرومازين اللي هو النيورازين او اللارجكتيل، بيستخدم برضو في اللو دوز عشان يندوس السليب او كهيبنوتيك افكت. الجدول ده ملخص السايكايتريك والنون سايكايتريك يوزز اوف انتي سايكوتكس. زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت في منهم بيستخدموا طبعا سايكايتريك في السكيزوفرينيا وفي السايكوزس، حتى الاورجانيك اوف اورجانيك كوزس في المانيك ديبريسيف ديس اوردر وفي المانيك اتاكس وفي السايكوتيك ديبريشن ديلوجنال ديس اوردرز وفي الاجيتيشن او الاجريسيف بيهيفير. كل ده احنا قلناه قبل كده، هنا بيزيد عليها التوريت سيندروم وفي علاج الامبالسيفيتي والهانتنجتون ديزيز. كل دي سايكايتريك يوزز. نيجي للنون سايكايتريك يوزز. اولا في الفوميتك اللي هو نوت ريسبوندنج للانتي ايميتك العاديه، وكمان في الفيرتايجو والهيكف قلناها الريزيستنت هيكف، الكلوربرومازين طبعا بيستخدموا في الهيكف والفوميتك، وكمان عندي البين ريليف. البين ريليف في ايفيدنس على ان انتي سايكوتكس في النيوروباثيك بين اللي هم الاولانزابين والكوتايابين بيعملوا بين ريليف. الميكانيزم مش معروف اكزاكتلي، ولكن يقال ان خلال الاكشن على الدوبامينرجيك والسيروتونرجيك ريسبتورز والالفا 2 ريسبتورز والاستايل كولين، وكمان ان هم بيعملوا انهيبيشن للجلوتاميت ريسبتورز اللي هم النامدا والامبا. في ريسنت ايفيدنس على كل ده، فالكوتايابين والاولانزابين اتعملت عليهم دراسات ووجدوا فعلا ان هم بيريليف البين، وكمان في الميجرين هيدك لنفس السبب. في كمان اللي هو البورفيريا والريليف اوف ايتشنج، لان عشان الانتي هيستامينيك افكت بتاعهم القوي، وخصوصا طبعا الفيرست جنريشن. والهيبنوتيك افكت قلنا الاولانزابين والكوتايابين والكلوزابين دول ليهم هيبنوتيك افكت، وكمان الكلوربرومازين او اللي هو النيورازين بيستخدم كهيبنوتيك. وفي عندي اللي هو في نيوروليبت انرجيزيا وانيسيزيا، خدناهم في الانيسيزيا لو فاكرين، خدنا دروبيريدول مع الفينتانايل وكان بيعمل نيوروليبت انرجيزيا، ولو زودت عليه نيتروس اوكسيد يتحول لنيوروليبت ايه انستيزيا. في كمان نقطه مهمه اخيره اللي هو السولبرايد اللي هو الدوجماتيل، مشهور قوي في السوق، في سولبرايد 50 مللي جرام وفي الفورت اللي هو 200 مللي جرام. ده بيستخدم اوف ليبلد في علاج الاريتابل باول سيندروم. ليه؟ لان ليه انكزيوليتيك افكت وبيقلل الكولون موتيليتي ثرو الدوبامين انتاجونيستيك اكتيفيتي. وكمان دلوقتي اتعمل منه كومباينيشنز مع مثلا الميبيفرين. ميبيفرين دوت عباره عن انتي ماسكارينيك ريزيربين ديريفاتيف، وليه انتي ماسكارينيك اكتيفيتي وبيقلل الكولون موتيليتي، فبرضه بيستخدم اللي هو اسمه كولونا. كولونا دوت عباره عن سولبرايد مع الميبيفرين. تاني انديكيشن غير الريتابل باول سيندروم، ودول بتوع البطنه بيكتبوه عشان كده، في اللي هو الهايبر سيكشواليتي. ليه بيستخدم في الهايبر سيكشواليتي؟ لان الدوبامين انتاجونيستيك اكتيفيتي بتاعته قويه، فبيزود قوي البرولاكتين، والبرولاكتين لما بيزيد في الميل بيقلل طبعا التستوستيرون في الميل، وفي الفيميل بيقلل الاستروجين، وبالتالي بيقلل السيكشوال فانكشن والليبيدو. احنا خلصنا الانتي سايكوتيك دراجز، سواء كانت التيبيكال انتي سايكوتكس او الاتيبيكال انتي سايكوتكس، واليوزز بتاعتهم على مستوى السايكايتريك يوزز والنون سايكايتريك يوزز. جود لك اند ثانك يو.